تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. نجحت قوات سوريا الديمقراطية في تحرير نحو 45% من مدينة الرقة منذ انطلاق عملياتها العسكرية هناك ضد تنظيم داعش. وقالت المتحدثة باسم حملة تحرير الرقة إن سوريا الديمقراطية حررت 8 أحياء في المدينة بعد مرور 47 يوما على انطلاق العمليات العسكرية. شنت الطائرات العراقية ضربات جوية على مواقع لداعش في قضاء تل عفر تمهيدا لانطلاق العمليات العسكرية لتحرير المنطقة بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع العراقية. وقال المتحدث باسم الوزارة إن الضربات استهدفت مواقع لتجمعات التنظيم ما أدى إلى حدوث ارتباك كبير في صفوف أفراد داعش. صرح وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش أن الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزار خلالها المملكة العربية السعودية والكويت وقطر لا تحمل شيئا جديدا. وقال قرقاش في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر إن زيارة الرئيس التركي لا تحمل جديد، والموقف المتسرع لبلاده جعل الحياد أفضل خيارات أنقرة، مضيفا أن المراجعة القطرية ستحقق ما لم تحققه الزيارات المتكررة. حققت قوات الشرعية في اليمن خلال الساعات الأخيرة تقدما ميدانيا على جبهات عدة، فيما شنت قوات التحالف العربي ضربات جوية استطاعت من خلالها أن تدك أوكار الانقلابيين في عدة مناطق سقط خلالها عشرات الانقلابيين. وقصفت مقاتلات التحالف العربي خلال الساعات الأخيرة أهدافا ومواقع عسكرية وثكنات لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في أمانة العاصمة صنعاء ومحافظتي صعدة وعمران شمالي اليمن. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش الأمريكي يستعد لإجراء تجربة أخرى لمنظومة اعتراض الصواريخ ثاد في ألاسكا وسط استمرار التوتر مع كوريا الشمالية. وأجرى الجيش الأمريكي في وقت سابق تجربة ناجحة لمنظومة ثاد لاعتراض هدف متوسط المدى. تكافح السلطات الأمريكية لاحتواء حريق مونتانا الذي يعد أكبر حريق غابات تشهده البلاد بعد أن أتى على عشرات الآلاف من الهكتارات وتعذرت السيطرة عليه. وقالت السلطات إنها اضطرت إلى إجلاء سكان في شرق ولاية مونتانا الأمريكية التي تشهد حرائق غابات. وذكر مركز التنسيق الوطني المشترك أنه لم يتم احتواء سوى 5% من حريق مونتانا، وهو أكبر حريق غابات في الولايات المتحدة حاليا. نهاية الموجز، في أمان الله. We'll be right back.